يقول: في كثير من بلاد المسلمين وقع فهم خاطئ لحقيقة أن رحمة الله وسعت كل شيء، فبات لا يستجيب الإنسان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويخوض في كل ما هو محرم، حتى إذا بلغ من العمر الشيخوخة جاء إلى بيت الله الحرام يبكي ويتذلل ويتعلق بأستار الكعبة في حج أو عمرة، ثم يعود إلى بلده راضيا مطمئنا أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه، وينقل هذا المفهوم إلى أبنائه من بعده. ما تعليقكم جزاكم الله خير؟ أولا، لا يجوز للإنسان أنه يخوض في أشياء لا يعلمها ولا يعرفها، هذا حرام، هذا من القول على الله وعلى رسوله بغير علم، والكذب على الله وعلى رسوله هو أعظم الكذب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق. لا يجوز للإنسان يتقي الله عز وجل ولا يتكلم في أمور العلم وهو جاهل، لا بد أن يتعلم العلم الصحيح، وإذا تعلم فإنه سيمسك لسانه ويخاف من الله عز وجل، ولا يتحدث إلا بشيء له مصلحة فيه وللناس فيه مصلحة، ويسكت عما ليس للناس فيه مصلحة، ولا يدخل فيما لا يعنيه. أما ثانيا، فالله يتوب على من تاب، إذا جاء تائبا وطاف بالبيت وأدى الحج أو العمرة تائبا، فالله يقبل التوبة عن عباده، لكن الدليل على صحة التوبة إصلاح العمل بعدها، هل هو إذا رجع يصلح عمله ويتوب إلى الله ويحافظ على الصلوات الخمس ويحافظ على فرائض الله ويتجنب محارم الله، هذا دليل على صدق توبته. أما أنه يقول تبت وقبل الله توبتي ثم يرجع إلى الذنوب والمعاصي، هذا دليل على أنه كذاب وأن الله لم يقبل توبته. إلا الذين تابوا وأصلحوا، تابوا وأصلحوا، ما هو تابوا فقط، أصلحوا أعمالهم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فإذا كان إذا رجع إلى بلاده إذا تايب مقبل على الله محافظ على الفرائض ومتجنب لمحارم الله، هذا الدليل على صدقه، والله يقبل التوبة عن عباده. أما إذا كان جاء وحج ويظن أن الحج كفر عنه كل ما حصل وكل ما يحصل في المستقبل، هذا من الغرور والجهل وخداع الشيطان.